لما عارف ان انت ماشي من الموضوع الداير دوت وخوف ما حدش بيديك ما عنديش اصبر ما فيش تحت ما فيش فلوس في البنك هتعمل له ايه مش قادر تعمل له حاجه تمشي سيب شغلك وبتمشي مش سيب فلوسك وبتمشي ما تقدرش تتكلم هتكلمه هيضرب وانت في الاول وفي الاخر غريب تعمل له يعني احنا راجعين الحالة مش كويسة يعني مش هي مش كويسة يعني خوفنا طبعا وجينا قال لك داعش ومش داعش وكذا وخوفنا وجينا نشوف حاجات في التلفزيون وشوف مخاوفاتنا وجينا يا ريت توصل رسالتنا لجهات السلطات المصرية ان هم يبادروا ان هم يبعتوا لنا طيران هي دي المشكلة بس والناس كلها كل المصريين اللي في ليبيا هيروحوا ما حدش قاعد من الإشاعات ومن الإعلام وكان يطلع وبيطلعوا السلطات المصرية تسرع على التلفزيون تقول لك بعتين أربع طيارات وبعتين خمس طيارات ورحلات وما فيش حاجة وما فيش حاجة هي دي الحقيقة دي الحقيقة لازم الكل يعرفها مش في دعوه من السلطات المصريه المصريين رجعوا مصر خلاص راجعين مصر اما بالنسبه لليبيين اللي شغالين معاهم كل اللي شغال مع ناس من الليبيين هم متكفلين بيحموه ولا ما تخافش ما فيش اي مشكله عندك وعشان برضو طبعا الاشاعات اللي صايره اهالينا في مصر لا والكلام ده كله بنرجع لهم بس اما كشخص ما فيش حد بيطارد لكل واحد